تحس طول المباراة عنده أسلوب لعب واحد، يضغط ضغط عالي حتى الدقيقة 91 شوط الرابع في الدقيقة 91 ما زال بيراميدز يضغط ضغط عالي رغم التقدم بهدف ورغم ردة فعل البنك الأهلي أو محاولة ردة فعل من البنك الأهلي، الضغط العالي طول الوقت، استخلاص الكرة بشكل سريع وهجمات بيقودها دايما عبد الله السعيد. دي حقيقة. بنك بقى النقطة اللي هاخد من آخر سؤالك بقى، البنك غير طريقته النهاردة وحاول يعمل ضغط على البنك، عادة مش فرقة بتضغط ضغط عالي طول الوقت. صح. بيراميدز عنده مشكلة انه مش سريع، مش فريق سريع، فريق ريتمه مش سريع، فريق تقيل على الكورة، كورة صعب تاخد منهم الكورة لأنهم عندهم لعيبة كويسين بس هم كلهم الحقيقة لعيبة، يعني عبد الله مش سريع، رمضان مش سريع، اسلام عيسى اللي هو المفروض انه جناح سريع برضه ريتمه ايقاع او في اللعب مش سريع، توري على كل الامكانيات دي كلها، ولقاي فخري لقاي قوة بدنية كبيرة الحقيقة، بيعرف ينزل وزمايله يسيبوا عليه ويطلعهم تاني، بس في النهاية فريق في التحولات ما عندوش السرعات الكبيره مثلا اللي موجوده لتسيب بنفسه في الزمالك مثلا، يعني ثلاثي القمه الزمالك هو اسرع فريق في التحولات بوجود زيزو ووجود بن شرقي ووجود امام عاشور ووجود حتى سيف الجزيري مهاجم سريع كمان طبعا، بعكس الاهلي وبيراميدز فرق لا لعيبه الكوره اللي فيها اللي بيقف على الكوره اكتر، الزمالك فرقه دايركت اكتر صح، بيراميدز مش كده. فالطبيعي البنك الاهلي انا مش هستناهم يجيبوا لي يجوا لغايه عندي ويشكلوا خطوره، هم خطورتهم الحقيقه لما يوصلوا للثلث الاخير صحيح، وطول الوقت عندهم بوزيشن جيم مش تحولات مش ترانزيشن جيم بس، فهي دي النقطه، فعشان كده اختار استراتيجيه مناسبه ليهم والدليل ان بيراميدز ما قدرش يفوز بسهوله ولا يسجل مباراه كبيره. عايز تتكلم عنها لو نقدر نعرض الحالات دي على طول الكوره بتاعت الجون والكوره اللي كنت بتكلم عليك معاها عشان اوريك ان ده اعتقد لو جمعنا كده كام جون وفرصه اتعملت نجيب لبيراميدز في الدوري من طريقه عبد الله السعيد دي عدد كبير جدا، ولغايه دلوقتي مفيش حد بيقدر حتى يدافع على عبد الله السعيد تمنعه ان انت تعمل القطريه او ان تلاقي وليد الكارت بيقطع او تلاقي رمضان صبحي بيقطع او تلاقي حد. بص الكره الاولانيه اللي الاول عملها على طول لعمر جابر عبد الله السعيد، بص عمر جابر اتلعبت الكره بالعرض بعد كده من عمر راحت لفخري لقاي واسلام عيسى، ودي كره عملها عبد الله السعيد في الجيم مش اقل من 5 أو 6 مرات، بعدها ب 10 دقائق كره الجون برضه عبد الله السعيد بيعملها بس من الناحيه الثانيه على بص وقطعت رمضان صبحي الراجل بيروح يسجل على طول، هي من احسن الكور اللي بيعملها عبد الله السعيد وبتنم قد ايه هو عبد الله زي ما انت قلت بيلعب الكوره وهو واقف بيبص تحت يرفع الكوره على طول، فالفرصه دي فرصه مكرره بيعملها عبد الله السعيد على طول في كل الماتشات لبيراميدز، ومفيش حد قادر لغايه دلوقتي يخلي باله نجيب من حته الراجل اللي بياخد الران في ظهر الديفنس وتعامل